جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تثير قضية شيخ صالح، ألا وهي تسبب بعض أولياء الأمور في عزل بناتهم أو ميلياتهم عن الزواج، وحينئذ تستشيركم شيخ صالح وتطلب منكم النصح لأولئك، جزاكم الله خيرا. عزل النساء عن الزواج محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وإذا فعله الولي فإنه تسقط ولايته عن المرأة وتنتقل إلى من بعده من الأولياء. الله جل وعلا نهى عن العضل، قال ولا تعضلوهن أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يجوز عضل المرأة وهو منعها من كفء رضيته، فإن فعل فإنه تسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده من الأولياء، ويرجع في هذا إلى الحاكم الشرعي ينظر في هذا الموضوع وينقل الولاية إلى من يصلح لها. نعم.